دلوقتي احنا متحركين بالطائرة من مدينة الرياض رايحين إلى محافظة وادي الدواسر. كلنا بنشتري الحبحب، تعالوا بينا النهاردة نطلع في رحلة، هنروح محافظة وادي الدواسر علشان نشوف الحبحب ومزارع الحبحب والأشكال المختلفة والعمليات والأصناف وشكل الحبحب في المزرعة وعمليات اللي بتتم للحبحب من أول ما بيتزرع لحد ما بيصل للمستهلك في مسارات حياته. احنا طبعا رايحين نزور الشركة السعودية للإنماء الزراعي، وهنزور أحد المزارع بتاعتها واللي حصل بينها وبين شركة ياخدور تعاون على تنفيذ تجربة زراعية لإدخال أصناف جديدة من أصناف الحبحب. بتتميز الأصناف دي بإن هي صغيرة الحجم بالإضافة إلى المواصفات التانية اللي موجودة في الحبحب من حيث الجودة والطعم الممتاز واللون والشكل وما إلى ذلك من المواصفات. وصلنا عند التجربة بتاعتنا وبدأنا نشوف ان الحبحب محطوط قدام كل صنف مزروع اسم الصنف وتاريخ الزراعة بتاعته، وتابعنا عمليات الري للثلاث أصناف كانوا متأخرين في الزراعة، فشفناهم من حيث شكلهم وشكل المجموع الخضري بتاعهم، وكان يعني شكلهم رائع جدا، ودول يعني كانوا متأخرين في عمليات الحصاد حوالي شهر من الزراعة. طبعا أسلوب الري المتبع هو أسلوب الري بالغمر من خلال هذه الرشاشات. الحبحب وجدنا ان الشتلة الواحدة بتنتج لنا حوالي من 3-4 حبات، وبيكون وزن الحبة متوسط وزن الحبة في حدود من 5 كيلو، 3 كيلو، 5 كيلو على حسب كل صنف. الحقيقة لفت انتباهنا ان الحبحب الكبير يعني وزنه تقيل جدا، والعمال بيتعبوا جدا في عمليات النقل والتحميل للحبحب. كان عندنا 7 أصناف، زرعنا 4 وبعد شهر زرعنا 3 التانيين، الأربعة احنا رايحين نحضر عمليات الحصاد للأربع أصناف الصغيرة. يلا بينا ندخل في جولة نشاهد ما يتم من عمل للحبحب. Thank you.
صباح الخير. اليوم هو اليوم الثاني لنا في محافظة وادي الدواسر. عندنا اليوم هنشهد حصاد الحبحب صغير الحجم الخاص بالتجربة بتاعتنا، وبتجه اليوم أنا وزميلي المهندس نادر في الصباح رايحين للمزرعة نقابل العمال ونشهد عملية حصاد الحبحب. تابعوا. تلاحظ لينا من مراجعتنا للحبحب اللي موجود في الأسواق إن كل الأصناف المنزرعة في المملكة كلها من الحبحب الكبير الحجم، وما شفناش الحبحب الصغير. الحبحب الكبير الحجم بيكون وزنه في حدود من 15 إلى 20 كيلوغرام، وده بيكون يعني حجم كبير ووزن تقيل جدا على المستهلك. وده خلانا نفكر في ان احنا نعمل تجربة، وقمنا بجلب بعض من البذور من الشركات العالمية لحبحب يكون صغير الحجم، وبيشتمل على كل المواصفات الممتازة اللي موجودة في الحبحب الكبير. وعندنا اهم صفة احنا مركزين عليها هي صفة انه يكون صغير في الحجم وخفيف في الوزن، ما يكونش تقيل. فإحنا اخترنا أصناف يكون الوزن بتاع الحبة بتاعتها من 3 لـ 5.5 كيلو جرام، واشترطنا في المنتج ده هوت إنه يكون الجودة بتاعته عالية، الطعم بتاعه ممتاز مقبول، لون اللحم بتاعه يكون مقبول، اللمعان شكل المنتج يكون شكل جميل ويلقى قبول عند المستهلك في المملكة العربية السعودية. ليه بنفكر ان احنا نقول نجيب الحبحب الصغير بدل الحبحب الكبير؟ الحبحب الكبير ليه مساوئ كتير وليه مشاكل كتيره جدا، من بدايه من الزراعه، بدايه من عمليات التقطيع والمناوله للعمال بيكون تقيل جدا، في عمليات التحميل والنقل وغيره. كمان لما بيوصل السوق بيجي المستهلك يشيل حبه كبيره جدا بتكون تقيل عليه، لما بيجي يقطعها بتكون صعبة في التقطيع، لما يجي أسرة بسيطة تيجي تاكل حبة كبيرة فما بتكملهاش فبتترك نصها، وبعدين تعينه بالتلاجة بعدين بعد فترة من الوقت ممكن يتغير طعمه ويتغير لونه وهكذا. فكان تفكيرنا في ان احنا نوجد أصناف جديدة من الحبحب الصغير داخل الأسواق في المملكة. علشان كده حصل تعاون مشترك ما بين شركة ياخدور كممثل علمي كمرجعية علمية هتشرف على هذا العمل وهتقيس الأثار على هذه التجربة، وما بين الشركة السعودية للإنماء الزراعي. الشركة السعودية للإنماء الزراعي بتزرع الحبحب بالفعل في وادي الدواسر، وبتطلع المنتج بتاعها للأسواق، ومنها كله بيعتمد على الحبحب الكبير. اتفقنا مع بعض ان احنا هنبدأ ننفذ التجربة بتاعتنا بزراعة مساحة من الارض بمختلف الاصناف الصغيرة للحبحب الصغير، وجبنا مجموعة من البذور من شركات عالمية بدقة وبمواصفات ممتازة من ناحية الوزن والطعم والشكل والنضج والانتاجية. تم زراعة عدد 7 اصناف من بذور الحبحب في محافظة وادي الدواسر. المساحة اللي تم زراعتها هي حوالي 0.5 هكتار من الأرض، وزرعنا 7 أصناف من بذور الحبحب الصغير. وبعد ما تمت الزراعة تم وضع علامات عند بداية كل خط تبين اسم الصنف المزروع وتاريخ الزراعة. بعد كده طبعا في البداية تم زراعة أول 4 أصناف
والزراعة كانت بتاريخ 28/12 لعام 2017، وكان الحصاد في تاريخ 30/4 أو 30 إبريل من عام 2018. يعني إجمالي عدد أيام الفترة بتاعت الحصاد من الزراعة للحصاد كانت حوالي 122 يوم. الأصناف اللي زرعناها كانت C102، C301، C402، بلوتو F1. في عندي 3 أصناف تانيين، لكن 3 أصناف التانيين تأخروا حوالي شهر في الزراعة، وتأخروا حوالي شهر أيضا في عملية الانضاج أو الحصاد. تعالوا بقى نتعرف على شكل كل صنف واسمه، نتعرف على اسم الصنف ونتعرف على بعض المعلومات عنه زي وزن، متوسط الوزن ومتوسط عدد البذور ونسبة السكر في كل صنف. وهنقارن الأربع أصناف مع صنف من الأصناف الحبحب الكبير اللي موجود في الأسواق. صنف C102 ده وزنه، متوسط وزنه 3.6 كيلو جرام، عدد البذور 210، نسبة السكر فيه 13.5. الصنف C402 متوسط وزن الحبة 3 كيلو جرام، عدد البذور 120 بذرة، ونسبة السكر 13. C301 متوسط وزن الحبة حوالي 4.1 كيلو جرام، وعدد البذور 200 بذرة، ونسبة السكر 14، وهو أعلى الأنواع في نسبة ارتفاع نسبة السكر. الصنف بلوتو F1 متوسط وزن الحبة 5.8 كيلو جرام، وعدد البذور حوالي 250 بذرة، ونسبة السكر حوالي 11. الصنف بقى اللي موجود في السوق احنا سميناه بيج، يعني هو الصنف الكبير، وده وزنه في حدود 20 كيلو جرام، وعدد البذور حوالي 380 بذرة، ونسبة السكر فيه 9. ودي طبعا بنشوف نسب السكر في الانواع الخمسة اللي موجودين قدامنا، نسبة السكر هنا في الاقل واحد في اللي هو الحبحب الكبير نسبة السكر فيه 9، واعلاهم هو C301، ويليه C102، وبعدين C402، ورابع واحد هو بلوتو F1، وطبعا الاخير هو الحبحب الكبير اللي موجود في الاسواق. دي كانت مقارنة سريعة وبسيطة نتيجة ان احنا القياسات اللي عملناها على الحبحب وتوصلنا الى هذه النتائج.